بمعالي الوزيرة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية. دكتورة هالة، لنبدأ بسؤال يثار دائما، أن صندوق مصر السيادي جاء ليبيع أصول الدولة، ربما تم بيع أصول ربحية أو هكذا يقال، أو أصول رابحة بالفعل أو هي قابلة للربح. ما اللغط أو كيف نرد على هذا اللغط حتى الآن؟ شكرا أستاذ أحمد، ومساء الخير على حضراتكم جميعا، وسعيدة بمشاركتي في هذه الجلسة الهامة. وبستأذنك أستاذ أحمد، إحنا هنبدأ بعرض أنا والأستاذ أيمن، ثم نبدأ نرد على هذه الأسئلة، وأعتقد العرض هيبقى واضح في الرد على هذا السؤال. ولكن الأستاذ أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، تفضل يا فندم. طيب، أنا خليني يعني الحقيقة فكرة إنشاء الصناديق السيادية هي جديدة على الاقتصاد المصري، فمهم جدا إن إحنا نبدأ بإن إحنا نشرح ونوضح للرأي العام، ودي فرصة جيدة وأنا سعيدة بوجودي في هذه الجلسة خصيصا لأنه مهم إن إحنا نتكلم على الصناديق السيادية وفكرة إنشاء الصناديق السيادية. ليه الدول العالم فكرت في إنشاء صناديق سيادية منذ سنوات طويلة؟ وإحنا لما بنتكلم النهاردة على اقتصاد مصري أكثر تنافسية، أو توجه الاقتصاد المصري بشكل أكثر تنافسية، بنتكلم على مزيد من مشاركة القطاع الخاص. السيد الرئيس امبارح طرح مسارات مختلفة، الدول بتفكر في مسارات مختلفة وابتكارات مختلفة من أجل تعظيم العوائد بتاعتها، ومن أجل أيضا ضخ رؤوس أموال جديدة، لأنه العالم والاقتصاديات النهاردة بتحتاج فريش ماني يدخل للدول بتاعتها، أموال جاية من الخارج. فكانت النهاردة الدول منذ سنوات عديدة فكرت في إنشاء هذه المسارات المختلفة وهذه الابتكارات من أجل تعظيم عوائدها ومن أجل ضخ وجود آلية لضخ سريعة لضخ استثمارات. وخلينا نقول أنه الصناديق السيادية، صناديق الثروة السيادية، بدأت في خمسينات القرن الماضي. أول دولة بدأت في إنشاء مثل هذا الصندوق كانت الكويت. دولة الكويت هي أول دولة أنشأت في سنة 1953، وأيضا تلتها مجموعة من الدول زي عمان، السعودية، الإمارات، عندها عدد من الصناديق المختلفة، النرويج، دول أوروبية كثيرة. والحقيقة كان برضو لفترة معينة من الزمن اقتصر يمكن إنشاء هذه الصناديق على الدول النفطية الغنية، يمكن لعشرة أو 15 سنة، ثم بدأت الدول في السبعينات والثمانينات تفكر إنه ده مسار جيد، وإنه هو لا يقتصر فقط على الدول الغنية، ولكن أيضاً الاقتصاديات الناشئة والدول النامية تستطيع إنها تستخدم هذه الصناديق الثروة السيادية لتعظيم العائد من مواردها. كل دولة عندها، ما فيش دولة مش غنية بحاجة معينة، كل دولة عندها شيء هي غنية بيه. عندها دولة مثلاً بوتسوانا كأول دولة في أفريقيا أنشأت صندوق سيادي، استخدمت أحد الموارد اللي عندها اللي هي الماس، الألماز، استخدمته كأحد الموارد اللي هي تقدر فيه تستغله وتحافظ بيه على مواردها وتعظم العائد من هذه الموارد للأجيال القادمة. طيب، خلينا نقول النهاردة إنه في عدد من أشكال للصناديق السيادية. في صناديق اتعملت للاستقرار، صناديق التثبيت، في صناديق اتعملت للادخار، وفي صناديق استثمار تنموية، وده شكل من أشكال الصناديق الاستثمار التنموية، وده الشكل اللي أخده صندوق السيادي المصري في التوجه بتاعه وفي قانونه وفي لائحته التنفيذية، أنه يكون صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وهذا اسمه الكامل الرسمي. طيب، لما نبص النهاردة على أنا عندي كام صندوق حوالين العالم، أنا عندي أكتر من 170 صندوق سيادي حوالين العالم. 50% فقط بتستخدم عائدات النفط، لأن إحنا لما جينا نعمل الصندوق السيادي المصري، والحقيقة إحنا لما جينا نعمله أيضاً كان هناك الفرصة إن إحنا نقعد وندرس. إحنا لما حبينا نعمل، إحنا ما حبيناش ناخد، إحنا دايماً نقول في الاقتصاد إيه؟ إنه مش كل حاجة نجحت في دولة إنها لازم تنجح في الدولة بتاعتنا. الوقت قد يكون مختلف، الظروف قد تكون مختلفة، مقومات الدولة مختلفة. عشان كده كان مهم جدا ان احنا ندرس كل النماذج الموجودة للصناديق السيادية، نشوف كل الآليات اللي بتنفذها هذه الصناديق، وناخد منها ما هو مناسب لظروف وإمكانيات واحتياجات الدولة المصرية.
في 170 صندوق سيادي حول العالم، طبعا أكبرهم قيمة هو الصندوق السيادي النرويجي، عندي طبعا زي ما قلت هيئة الاستثمارات الكويتية، عندي أيضا مجموعة أخرى من الصناديق التنموية زي الصندوق السيادي المصري، دي بتستثمر داخليا وخارجيا، ومنها الصندوق البحريني، منها صندوق التنمية البرازيلي، صندوق الاستثمار الصيني، الماليزي، سنغافورة، الهند، روسيا، دي كلها صناديق تنموية. ففي أنواع مختلفة، وزي ما بقول كل صندوق بيحدد الهدف بتاعه والتوجه بتاعه، وإحنا قررنا ان احنا نشوف ناخد من كل التجارب الدولية ما هو مناسب لاحتياجاتنا والأولوياتنا والتوجهاتنا وللظروف التي تناسب المجتمع والاقتصاد المصري. في 44 صندوق في أمريكا، في 33 صندوق في آسيا، في 44 صندوق في أفريقيا من الصناديق أيضا النشطة، الرغم من حداثتها إلا أنها قامت بدور كبير جدا في الفترات الفاضلة. طب بيستثمروا في ايه؟ بيستثمروا الجزء الكبير، وده نسب اللي قدام حضراتكم، نسب القطاعات اللي بتستثمر فيها هذه الصناديق. فبنلاقي انه تقريبا حوالي 16% بيستثمروا في مجالات البنية الأساسية. وزي ما كنا بنتكلم في الجلسات السابقة، الدولة قامت بدور كبير جدا في الاستثمار في البنية الأساسية، ولكن بيجي وقت محتاجين ذراع استثماري يساند هذه الدولة ويشجع القطاع الخاص على أنه يدخل في هذه المجالات، في قطاعات التجزئة من خلال مناطق لوجستية، في القطاع العقاري، مجال الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، ده مجال مهم جدا للاستثمار لأنه فيه بيعتمد على التكنولوجيا، والقطاع الخاص فيه بيقوم بدور كبير، الطاقة، القطاع المالي، الصناعة والمواد الأساسية. فدي المجالات، صناديق بتساهم بتنوع كبير جدا في هذه المجالات المختلفة. طب الصندوق السيادي المصري هدفه ايه؟ الصندوق السيادي المصري هو ذراع استثماري للدولة المصرية، الدولة المصرية بتمتلكه بالكامل، هو مملوك بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة، هو مملوك بالكامل إلى الدولة المصرية، ولكن هو هدفه تعظيم العائد من موارد الدولة وخلق ثروات للأجيال القادمة للاستفادة، أو من خلال تعظيم العائد من موارد الدولة، أو الاستثمار في قطاعات مختلفة لها أولوية تتفق مع رؤية مصر 2030، تتفق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، من خلال أن أنا النهاردة بعمل بجذب الاستثمار الخاص معايا. أنا النهاردة أحد الآليات اللي بتشجع الاستثمار الخاص أنه هو يخش في مجالات مختلفة. ليه؟ لأن أنا النهاردة باجي بدور على الفرص الاستثمارية اللي الدولة عايزة تستثمر فيها، دور على هذه الفرص الاستثمارية أو على هذه الإمكانيات، بحول هذه الفرصة الاستثمارية إلى منتج استثماري من خلال نحن بنعمل، من خلال الخبرات المتخصصة موجودة في الصندوق، بنعمل كل الدراسات لنقول النهاردة ما هو أفضل وأعظم استغلال لهذه الأصول، وابتدي أعرض ده للقطاع الخاص، وابتدي أدخل معاه حتى استعدادي للدخول معاه بحصة أقلية لتطمين القطاع الخاص على أن هذا المجال هو مجال واعد ومربح، وأن احنا بنطمنك في أن احنا بناخد كل الإجراءات اللازمة. فليه هو النهاردة احنا بنقول عليه الشريك الأمثل؟ لأنه له قانون بيديله قدر عالي من المرونة. الصندوق النهاردة بينتمي إلى مجموعة الصناديق التنموية، وبالتالي هدفه تعظيم العائد من أصول الدولة، بيتيح الاستثمار أيضا في بعض الأصول الغير مستغلة الموجودة عند الدولة أو المستغلة ولكن بشكل غير كفء. وطبعا الحاجة الأخيرة أنه الصندوق لديه مجموعة كبيرة من الكوادر المتخصصة اللي هي بتقدر أن هي تتم بالاستثمار المباشر، بدخل في مجالات استثمار مباشر، في قطاعات استثمار مباشر اللي وفقا لتوجهات الدولة النهاردة، الطاقة الجديدة والمتجددة، دي من المجالات اللي احنا النهاردة في تركيز كبير عليها، مجالات تحلية المية، عديد من المجالات اللي زميلي الأستاذ أيمن هيتكلم عليها أكتر تفصيلا. طب احنا أنشأنا عدد من الصناديق، صناديق متخصصة بكوادر متخصصة عشان تركز على الاستثمار في هذه المجالات. في عندنا صندوق فرعي للسياحة والاستثمار العقاري، عندنا صندوق آخر فرعي
للخدمات الصحية والصناعات الدوائية، وأعتقد أنه هو ظهر أهمية الاستثمار في هذا المجال وقت جائحة كوفيد-19، قد إحنا محتاجين نضخ مزيد من الاستثمارات. عندنا صندوق فرعي للمرافق والبنية الأساسية، وعندنا صندوق للدخول في مجالات التحول الرقمي، وأخيراً الصندوق اللي أنشأناه مؤخراً منذ أسابيع اللي هو خاص بإعادة تهيئة بعض الأصول لمرحلة ما قبل الطرح العام أو الطرح إلى مستثمر استراتيجي. فدول 5 صناديق فرعية تم إنشاؤهم. بالإضافة إلى كده إحنا بنستثمر في مجال التعليم، ودايما بندخل في السيجمنت اللي ممكن ما تبقاش متوافر فيها استثمارات حكومية ويبقى القطاع الخاص مش متشجع، وهنا برضو إحنا مثلا استثمار في قطاع التعليم للطبقة المتوسطة. إحنا عندنا أراضي غير مستغلة متاحة لدينا، هذه الأراضي أنا بدخل فيها في حصة شراكة، وبالتالي بدخل القطاع الخاص يبني ويدير المدارس، ولكن ببقى الهدف أنا عايزاه يدخل في مجال المدارس التي تخدم الطبقة المتوسطة، هو يضخ استثمارات وهو اللي يقوم بهذه النوع من الاستثمارات. طبعا في مجال الاتصالات، مجال الصناعة وتوطين الصناعة، وده دور كبير جدا للقطاع الخاص بيقوم به، ولكن شراكتنا معاه من خلال إمكانيات مختلفة يقدر يقدمها الصندوق وفقا لأولويات الدولة في مجالات التصنيع، وطبعا الزراعة والصناعات الغذائية كأحد الآليات المهمة. نجحنا طبعا في تنفيذ العديد من 10 مشروعات خلال عام 21، وأنا عايزة أقول النهاردة الحقيقة أنه الصندوق بدأ في وقت غير مواتي دوليا استثماريا. إحنا كنا بنتكلم امبارح دولة الرئيس، وأنا يمكن في الجلسة بتاعتي اتكلمنا على الظروف الدولية يعني اللي مرينا بيها بأزمات دولية مختلفة، بدءا من تداعيات أزمة كوفيد لظروف الجيوسياسية، اضطرابات الموجودة في الطاقة، اضطرابات في سلاسل الإمداد، ارتفاعات في أسعار كثيرة جدا. فالظروف حقيقة النهاردة الاستثمار الأجنبي والاستثمار على مستوى العالم في تراجع تقريبا 40% في الاستثمار على المستوى العالمي. في وسط هذه الظروف الصندوق على الرغم ان الظروف غير مواتية الا انه نجح في جذب شراكات دولية وفي تشجيع الاستثمار الخاص المحلي في الدخول في عدد من هذه القطاعات، سواء في البنية الأساسية، في التحول الرقمي، في مجال الاستثمار العقاري، في التعليم والصناعة. فدول 10 مشروعات تمت بالفعل، تم التعامل على هذه المشروعات خلال العام الماضي على الرغم من الظروف اللي بدأ فيها الصندوق السيادي وهي الظروف الدولية الغير مواتية. مهم جدا ان احنا نقول انه كل استثمار احنا طبعا بندخ، انا بقول دايما بندخل في بعض الاحيان بحصة اقلية، قد تكون حصة اقلية داخل فيها كاش عشان ادي نوع من التطمين الى المستثمر الاجنبي او المحلي، او بدخل بحصة إن كايند، حصة عينية زي أرض، أو بأتيح له أراضي للمخازن، أو أتيح له أراضي لإقامة مدارس. لكن كل جنيه بيصرفه الصندوق بيجيب قدامه 5 و4 جنيه، فكل مليار بيتم ضخه من الصندوق في المتوسط بيتم ضخ استثمارات ب 15 و4 مليار جنيه. كل مليار اتصرف جه قدامه 15 و4 مليار جنيه، منها 6.1 مليار جنيه استثمار محلي والباقي استثمارات أجنبية. فأنا يعني بتوقف عند هذا القدر وبدي. معالي الوزيرة، هل الظروف اللي حضرتك تفضلت بها المحيطة من أول كوفيد لغاية الآن هي ما أجل ربما أو أبطأ فكرة طروحات الحكومية في البورصة؟ لأنه البورصة متعطشة لمزيد من الدماء الاستثمارية الجديدة، هل الظروف هي ما أجلت أو أبطأت من هذا الشأن؟ طيب أنا هرد على السؤالين بتوع حضرتك. السؤال الأول، خلينا نقول إحنا بنأكد على الهدف. الهدف إن إحنا النهاردة زيادة كفاءة إدارة أصول الدولة، ده الهدف الأساسي. أنا مش مهم يبقى عندي أصل بيخسر أو أصل إدارته بشكل غير كفء، أنا عايزة أعظم هذه الأصول، أعلي قيمتها، عشان الهدف إيه؟ إن أنا بحافظ على هذا الأصل للأجيال القادمة بقيمة أكبر. فالهدف النهاردة هو تعظيم العائد، هو كفاءة إدارة هذه الأصول. من أجل تحقيق الأهداف دي أنا عندي آليات، الآليات دي أنا بختار أفضل الآليات التي تتناسب مع هذا الأصل. الآليات دي قد تكون
دخول في حصة مشاركة من خلال مستثمر استراتيجي أو من خلال مستثمرين محليين. قد تكون إعطاء هذا الأصل حق انتفاع لفترة عدد سنين معينة، قد تكون إعطاء الأصل للإدارة، ولكن الدخول كشراكة مع في الأصل أو حتى بيع هذا الأصل، طالما أنا بعظم قيمته، طالما أن أنا النهاردة بعظم إيراداته، طالما بعظم رأس ماله، طالما بزود النهاردة إنتاجيته، بزود التشغيل فيه، فكل ده شيء إيجابي. الهدف في الآخر أن هذا الأصل اللي قيمته كانت 2 مليار جنيه بقى قيمته النهاردة، وده أنا بكلمك على واقع لأحد الأصول، بقى قيمته 5 مليار جنيه. نتيجة لكده إيه؟ إنتاجيته ومساهمته في الاقتصاد القومي زادت، نتيجة لكده حجم العمالة اللي شغالها زادت، نتيجة لكده أن أنا دخلت حجم استثمارات ورؤوس أموال أجنبية. الاقتصاديات بتنمو أستاذ أحمد بالفلوس الفريش، لكن أنا لو فضلت أشتغل بحجم المليارات اللي موجودة جوه البلد مش هيبقى فيه قيمة مضافة. أنا محتاجة دايماً ضخ استثمارات إضافية، فضخ الاستثمارات الإضافية بيجي النهاردة عن طريق الدخول في شراكات أو إدارة أو حق انتفاع، كل دي أو زيادة رأس المال في بعض الشركات وفي بعض الأصول. السؤال الثاني، إحنا اتأخرنا ليه في برنامج الطروحات؟ لأن الظروف العالمية غير مواتية، وبالتالي النهاردة ممكن تبقى أسعار الأسهم بتاعتي ما هيش تعكس الأسعار الحقيقية الموجودة في السوق. عشان كده احنا عملنا صندوق ما يطلق عليه البري اي بي او فند، أو صندوق ما قبل الطرح، لتهيئة هذه الشركات وطرحها في الوقت اللي احنا نلاقيه ملائم ومناسب، أو اللجنة تتفق أن هو الوقت المناسب والملائم للسوق المصري. شكرا.